إذا مضيت فقرأت فيه أين كنت يا أبا هريرة، عرفت منه أن اللائق بالإنسان إذا كان له معرفة أن يتفقده إذا غاب. وقد كان رجل يتعاهد مجلس ابن أبي ذئب أياما وهو وارد على المدينة فغاب، فقال لهم ابن أبي ذئب: أين الرجل الذي من صفته كذا وكذا؟ قالوا: لا نعلم. فقال: ما اسمه؟ قالوا: لا نعلم. فقال: ما أحسنتم إليه إذ حضر وما أحسنتم إليه إذ غاب، أو كلاما معناه. ثم قام فسأل عنه حتى وجده مريضا فعاده. هذا الخلق النبوي، أن الإنسان يتفقد من غاب عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أن يجلس عنده وهو لا يعتني بمعرفة حاله ولا يقوم له بما يحتاجه، فهذا خلاف الهدي النبوي. وأنت استفدت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ وتجد بعض الطلبة يترافقون في طلب العلم ويكونون في حي أو حارة واحدة، وربما اتفقوا في المسير إلى المسجد في الوقت، وربما اجتمعوا لأي شيء من الأمور التي يجتمعون بها في حيهم وحارتهم كصلاة كسوف أو صلاة عيد أو غير ذلك، وهم يترددون على شيخ أو أكثر من شيوخ العلم، ثم لا يعرف أحدهم صاحبه، فأي معنى للعلم عند هؤلاء؟ لا معنى للعلم، لأن حقيقة العلم أنه يقوي الرحمة، ومن هذه الرحمة أن يتفقد الإنسان من يصحبه في علم أو غيره، فيسأل عنه إذا غاب، ويسلم عليه إذا حضر، ويبش إليه إذا رآه، ويحسن إليه إذا التمس منه شيئاً.